فإذا سيدتي أهلا وسهلا بكم في مدينة دوحات عاصمة قطر. بوابتكم إلى جميع أنحاء العالم حيث تقيم حديث الساعة 11:50 نهارا. ودرجة الحرارة الخارجية هي 39 درجة مئوية. سلامتكم يرجى محاضرتكم والبقاء في مقاعدكم مع إبقاء الأحزمة مضبوطة إلى أن توقف الضرر إذا نهائي. وتطفئ إشارة ربط أحزمة المقعد. الرجاء انتباه بأنه يمنع التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك في المطار. كما نرجو من حضراتكم التأكد من أخذ جميع أمتعتكم قبل مغادرة الطائرة. يرجى العلم بأنه يمكنكم لأن استخدامها وتكون قلقا إن أردتم ذلك.